لكن سوق الجملة للخضر والفواكه بتغنيف عينت كاميرا النهار الأسعار ورصدت استقرارها بالرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد. غانيا غلمي عادت لنا بالتالي. لا تزال الخضر والفواكه هنا بسوق الجملة بتغنيف تحافظ على أسعارها رغم ما انتشر مؤخرا من ارتفاع للمواد استغلالا لانتشار فيروس كورونا. هذا الوباء تاع كورونا ما يعني تم مضاربه في الاسعار، الاسعار المعقوله ما كان حتى مضاربه في متناول كاع الجميع، السلعه ما طلعت ما هبطت، حنا نطلبوا من السوق يخدم اج 24، عندنا لا سيكيورتي عندنا الامان، راهم تعني طواج تاع وباء الكورونا. الكورونا كاينه وكاين اللي ينتهز الفرصه بصح ماشي كاع، خصوصا كما قال لك الناس ماهيش كيف كيف، كاين اللي نراجع الله تعالى كما قال لك الاسعار، ابصل داير 400 ماش في الموسم تاعه، يلحق حتى الساميل حساب السعر والطلب. البطاطا في الماء كما قال لك راهي متوفره، راهي 300 500 حساب السلعه. تجار حافظوا على استقرار الاسعار ووفره المنتوج، ما جعل الزبائن من تجار التجزئه يتوفدون عليه من اجل توفيره والحاقه للمواطن في هذه الفتره الحساسه. من جيت انا لتغنيف سجل بلاطه الحمد لله راهي 4035 على حساب السلعه. سلعة على حساب كاليتي هذه هي السلعة راهي كاينة، المنتوج راه كاين، البطاطا راهي كاينة، حنا دروك حنا جينا دروك شرينا بطاطا بصح شوما معقولة، البطاطا دايرة من 2000 ل 4 ونص، الشباب دروك على حساب السلعة تولي في الكاليتي. الحمد لله الأسواق الأسوام راهي في متناول الجميع، صادر البطاطا من 2000 ل 4000، الطوماطيس 5000، البصل 5000، 4000، 6000 على حسب النوعيه. يبقى التطهير من اهم الشروط الوقائيه المستعمله هنا بالسوق في انتظار استوفاء باقي الشروط من تهيئه الطريق وتعبيدها من قبل السلطات المحليه.